حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، منجزات نوعية في ظرف 100 يوم حققتها الصحة العراقية، تأهيل مستشفيات ومشاريع استراتيجية تطبيقا للسياسة الحكومية التي أولت هذا الملف الأولوية، جملة مقررات وزارية نقلت حال المنشآت الصحية إلى مساحات مهمة عبر تذليل الكثير من العقبات ورسم خطوط عمل رئيسة وفق جداول زمنية مثبتة. فالبرنامج الحكومي الصحي يسعى إلى تعزيز المكانة الصحية وتفعيل المقومات بما يسهل من إمكانية تحسين وصول المستفيدين إلى الخدمات الطبية المطلوبة. وبرغم التحديات وحجم التركة التي كانت ناتج طبيعي لسنوات من الإهمال، استطاعت وزارة الصحة العراقية أن تحقق نتائج تغير المعادلة وتكسب رهان الخدمة الصحية المقدمة. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، تواصل تركيا نهجها العدواني تجاه العراق، فمن قضم الأراضي إلى حجب الإطلاقات المائية ضاربة الحقول المائية للدول المتشاطئة. فمستويات الجفاف وصلت مراحل قياسية وتنذر بكوارث إنسانية ومائية على المدى القريب عقب جفاف أنهار وبحيرات رئيسة. وأمام هذه المعطيات التي تهدد الحياة فعليا في العراق، فإن الحراك الدبلوماسي مع أنقرة لم يأتي بجديد. معادلة قاسية فرضت على البلاد وأرغمت على خفض المساحة الزراعية وفرض القيود الحكومية على مناطق زراعية أخرى. هذه الأسباب وغيرها اجتمعت وانسحبت نحو هجرة ريفية بعد شبح الجفاف والعجز في تدعيم الفروقات المائية. وتطبيقا لأولويات البرنامج الحكومي، حققت وزارة الصحة نتائج متقدمة في تطوير الواقع الصحي في البلاد، البعض منها اكتمل والآخر منح الضوء الأخضر، وهذا جانب من استعراض الوزارة لجهودها المبذولة خلال 100 يوم من تسنمها المهام الرسمية. الخطوط العامة لبرنامجنا الوزاري هو أولا تطبيق قانون ضمان الصحي و إكمال مشاريع المستشفيات العديدة المتلكئة، سواء اللي على الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة أو الخطة الاستثمارية للمحافظات ضمن تنمية الأقاليم، وتشغيل جزء من هذه المستشفيات الحديثة بنظام حديث باعتماد سياسة المشاركة مع القطاع الخاص، واللي أقصد به القطاع الخاص الأجنبي، وهي إدارة هذه المستشفيات من قبل شركات أجنبية متخصصة بإدارة المستشفيات، وتعزيز عمل المراكز التخصصية السرطانية والقلبية وغسل الكلى، إضافة إلى الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية وتغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية. هذه المحاور الخمسة هي محاور البرنامج الصحي ضمن البرنامج الحكومي. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بصوت وصورة من بغداد، عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي الأستاذ قاسم العبودي. أهلا بكم سيد قاسم، وكذلك ترحيب بالمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر. أهلا بكم دكتور. سلام. نبدأ معكم دكتور، واليوم طبعا جزيل الشكر لانضمامك إلينا في الحصاد رغم جدولكم الممتلئ اليوم، المؤتمر الصحفي وكذلك الزيارة إلى محافظة ديالى. وأود أن نبدأ من المؤتمر الصحفي، وخلال 100 يوم كان هناك استعراض لمنجزات الوزارة، لكن أود أن أسألك عن مدى سيطرة الوزارة حاليا، وزارة الصحة، على الخطة الموضوعة لتنفيذ البرنامج الحكومي وبرنامج وزارة الصحة.
شكرا جزيلا، تحية لجنابك وللأستاذ الضيف الكريم والمشاهدين الكرام، وأشكر الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا البرنامج، وأشكر جهود فضائيتكم المحترمة في تغطية نشاطات وزارة الصحة وكل وسائل الإعلام التي تنشر الوعي والثقافة الصحية والمعلومة الدقيقة من مصدرها الرسمي. سيد الكريم، كما تفضلت، اليوم كان مؤتمر صحفي مهم للسيد وزير الصحة الأستاذ دكتور صالح مجدي الحسناوي، أقامه في مقر وزارة الصحة، وعدة محاور تقريبا ما لا يقل عن 10 مقاطع رئيسية، بدأها بإدانة حادثة اغتيال زميلنا الطبيب في محافظة ديالى، وطبعا متابعة الحكومة ورئيس مجلس الوزراء، متابعته مع الجهات المعنية مع وزير الداخلية، وطبعا كما تفضلت لحق المؤتمر أن توجه السيد الوزير على رأس وفد حكومي رفيع المستوى إلى محافظة ديالى. أيضا بدأ السيد الوزير باستعراض أهم منجزات الوزارة من البرنامج الحكومي في القطاع الصحي باختصار وبالأرقام ضمن محاور، ونرجع إلى أولويات البرنامج الحكومي التي أعلنها السيد رئيس مجلس الوزراء في أول أيام الحكومة في الجانب الصحي، لعل أهمها وأوضحها هو إطلاق استمارة التسجيل على قانون الضمان الصحي، على خدمات الضمان الصحي اللي كانت يوم 2/1 إذا تذكر جنابك، ووعدت الوزارة إن شاء الله أنه في مطلع تموز من هذا العام، يعني خلال 4 أشهر إن شاء الله سوف نبدأ بتقديم الخدمة الفعلية وبالتدريج. السيد الوزير بيّن بعض التفاصيل أن المرحلة الأولى سوف تشمل ما لا يقل عن 300,000 مستفيد من العراقيين، منهم أيضا من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية اللي تكون خدماتهم مضمونة بالكامل، وهناك فئات مرضية، فئات مجتمعية وفئات مرضية مشمولة كاملة بالمجان. وأيضا استعرض ما تم تحقيقه في موضوع توفير الأدوية ودعم المراكز التخصصية، وأيضا رفد المؤسسات الصحية بالملاكات وتدريبها، وأيضا كان منجز مهم حققه الطلبة العراقيون في الدراسات العليا في التخصصات الصحية والطبية بحصولهم على المرتبة الأولى عربيا. وطبعا أيضا مع تفاصيل كثيرة تخص مثلا موضوع المخدرات، هذه الحكومة شهدت إتلاف أكبر كمية بعملية تاريخية حقيقة، منذ 13 أو 14 سنة لم تتلف هذه الأطنان وملايين الحبوب وآلاف الأمبولات والجرعة من مختلف أشكال المخدرات وأنواعها، تم إتلافها بإشراف مباشر من السيد وزير الصحة ومجلس القضاء الأعلى واللجنة المعنية من الجهات الأمنية وغيرها. أيضا أغرى المقاطعة دكتور سيف، لكن هذا منجز يمكن بإتلاف هذه الكميات الكبيرة المهولة من المواد المخدرة أو حتى وزارة الداخلية، لكن هو مو بنفس الوقت مؤشر خطير على وجود هذه الكميات بالبلد ودخولها إلى البلد؟ نعم سيدي الكريم، هذا وضح السيد الوزير بشكل شفاف وللجمهور أن التصاعد في نسبة المتعاطين من مختلف الأعمار مع الأسف المراهقين ومن كلي الجنسين مع الأسف في تصاعد خطير، هذا بينها السيد الوزير بكل وضوح للشعب العراقي، وقال أن مواجهة هذا الموضوع ليس مسؤولية وزارة الصحة لوحدها أو الداخلية أو الأمن الوطني أو المخابرات، هو جهد مجتمعي. دوركم أنتم سيدي الكريم كوسائل إعلام مهمة وفاعلة، دور جنابك وزملائك كشخصيات إعلامية محبوبة لها جمهورها دور أساسي في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أبنائنا وبناتنا. وبين السيد الوزير إجراءات مهمة، كان افتتاح مهم للسيد رئيس مجلس الوزراء قبل أيام قليلة، كان لأكبر مركز وأطور مركز خاص بتأهيل المتعاطين، وأكد السيد الوزير أن وزارة الصحة تتعامل معهم كمراجعين كمرضى يحتاجون رعاية صحية، ولا يوجد مخاوف من جنبة أمنية. يعني بعض الأشخاص، وهي رسالة أوصلها لكل أب لكل أم لكل شخص، أنه ينصح أي إنسان قريب من عنده دخل مجال التعاطي أنه يراجع المؤسسة الصحية، وإحنا راح نساعده ونضمن له أنه فقط وفقط نتعامل معه كمريض. هذا موضوع مهم، أشكرك على إثارته، ويحتاج تخصصوا له جزء كبير من عملكم كإعلاميين ومن عمل المؤسسات. طيب نخوض بتفاصيل المنجزات اللي استعرضها معالي السيد وزير الصحة بالمؤتمر اليوم، لكن نرحب مرة أخرى بكم أستاذ قاسم. وكما معروف التركة ثقيلة جدا متروكة أمام وزارة الصحة الحالية، هذا لا يشكل تحدي كبير أمام وزارة الصحة وبحاجة إلى مجهود كبير بالمقابل وكذلك أموال لإصلاح ما يعني الواقع الصحي المتردي جدا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم والمشاهدين الكرام بكل خير وعافية. تحياتنا للضيف الأستاذ الدكتور بدر. حقيقة يعني وزارة الصحة تقوم بعملية بلورة البرنامج الحكومي الذي رسمه السيد محمد شاع السوداني من أوسع الأبواب، يعني جهود مشكورة قدمتها الوزارة بتأهيل بعض المرافق الصحية، بتأهيل بعض المستشفيات، معالجة بعض الأمراض، بعض الهفوات الإدارية في بعض المؤسسات مرتبطة بطريقة أخرى مع وزارة الصحة. نعم هناك جهود واضحة وحقيقة منجز على أرض الواقع، وقد تبين وقد لمس المواطن الكريم هذه المنجزات، لكن أن تقول لي أنه وزارة الصحة وصلت إلى الأداء الأمثل قطعا لا، لأنه هنالك تركة ثقيلة كما تفضلتم حضرتكم. يعني هنالك تركة ثقيلة على مدى أكثر من 18-19 عام من الإهمال الواضح من قبل بعض يعني البرامج الحكومية السابقة التي أثقلت ليس وزارة الصحة فقط، كثير من الوزارات التي تلكت بتقديم الخدمات للمواطن العراقي. واليوم يعني واضح جدا عملية التلكؤ عندما تذهب إلى أي مركز بحثي تسأله عن المنجزات الحكومات السابقة، إنه ربما بعض الوزارات منجزاتها صفرية لحد هذه اللحظة. لكن هذا لا يعني أنه المؤسسة اليوم الحكومية لن تقوم أو لن تطلع بإدارة البرنامج الحكومي الذي رسمته لنفسها بشكل واضح. نعم طيب، الحكومة وعلى رأسها السيد معالي رئيس مجلس الوزراء يعني كان من أولى اهتماماتهم وببرنامجهم الحكومي الذي وصف ب البرنامج الخدمي الصحة والواقع الصحي كان هو الأولوية. طيب هذا الاهتمام وهذا التركيز على الواقع الصحي هل يدفع للتفاؤل بتحسين الواقع الصحي في العراق؟ أنا أعتقد على مستوى شخصي إن بقيت يعني الجهود بهذه الكيفية والحراك حقيقة الصحي بهذا المسير، أعتقد سوف نصل إلى مراحل متقدمة بمعالجة كثير من الأزمات الصحية التي لحقت بالمؤسسات الصحية وبالتالي انعكست على الخدمات المقدمة للمواطن العراقي. اليوم هنالك دعم حقيقي يعني من قبل قادة إطار باتجاه وزارة الصحة، من قبل المفصل الحكومي المتمثل بالسيد محمد شاع السوداني، هنالك دعم واضح. وأعتقد أن السيد الحسناوي وزير الصحة يعني أخذ مساحته الكافية في هالمئة يوم، وحقيقة تسجل له بعض المنجزات وإن كانت لا ترضي بعض الأطراف يعني أو أبناء الشعب العراقي، لأنه حقيقة المعاناة الضخمة في الواقع الصحي في السنوات السابقة يعني مهما قدمت وزارة الصحة من منجزات أعتقد أنها سوف لن ترضي الذائقة للمواطن العراقي باعتبار أنه يشعر هناك حيف في هذا المفصل الحيوي والمهم في حياته. لكن إجمالا طيب، أعتقد المساحة كافية وأعتقد البرنامج بدأ يأخذ صداه في الساحة الاجتماعية العراقية، وأعتقد جهودهم مشكورة لهذه اللحظة. طيب دكتور سيف، هناك الكثير من المشاريع صار الحديث عنها بهذا المؤتمر الصحفي اللي وضعتها وزارة الصحة ضمن خطتها الصحية، لكنها مرتبطة أيضا بقضية إقرار الموازنة. هل هناك تخصيص جيد نسبيا لهذه المشاريع الموضوعة بالخطة؟ أنا سيد الوزير اليوم أننا موعودون ونتأمل إن شاء الله أن يكون هناك موازنة قياسية، طبعا ليست مثالية كما هو في بلدان العالم أو حتى البلدان القريبة من العراق، لكن نتأمل أن تكون قياسية نسبة للموازنات السابقة. بكل صراحة ونحن في بث مباشر، الصحة لم تكن أولوية لكل الحكومات السابقة، وهذا أدى إلى تراكمات خطيرة وعميقة نعيش نتائجها اليوم. كثير من الناس ومن حقهم يلومون الوزارة، يلومون الحكومة على مثلا ضعف البنى التحتية، ضعف في توفير الأدوية، لكن الأسباب ليست آنية، ليست بسبب الشهرين أو حتى السنتين أو الخمس سنين الماضية، هي تراكمات طويلة ومعقدة من الإهمال للقطاع الصحي، وأكرر أنه لم يكن أولوية. سيد رئيس مجلس الوزراء إذا تذكر جنابك في أول يوم توليه المسؤولية في العراق، أول مؤسسة حكومية زارها هو وزارة الصحة، ليس مستشفى، ليس مركز رعاية صحية، وليزار مكتب وزير الصحة واجتمع بالكادر المتقدم طبعا بحضور السيد الوزير في أول يوم توليه المسؤولية، وقال أنا أوجه رسالة لكم وللناس أن الملف الصحي أولوية في عمل الحكومة، في عمل البرنامج الحكومي، وأيضا في أحد المؤتمرات الصحفية إذا تذكر أيضا موضوع التخصيصات للقطاع الصحي مطلع عليها السيد رئيس مجلس الوزراء بعمق، ويعرف المقارنات وذكرها بالأرقام أن ما يخصص للصحة بكل تفاصيلها لكل فرد عراقي، وهذا معيار معروف عالميا وأتمنى جنابك تتأكد منه من خلال البحث في الإنترنت،
هو طيب. بحدود 300 ألف دينار عراقي، هاي تشمل اللقاحات والإسعاء، أي طارئ صحي ممكن يتعرض له المواطن العراقي بهذا المبلغ البسيط اللي ربما فحص واحد في القطاع الخاص يحتاج أكبر من هذا المبلغ. ولذلك نحن موعودون إن شاء الله بموازنة قياسية، وننتظر إقرار الموازنة خلال أيام قليلة المقبلة، وإن شاء الله تنسيق مستمر مع وزارة المالية، وسينعكس هذا بشكل ملموس للمواطن بجودة ونوعية وكمية الخدمات. طيب دكتور، ركزتم في مع السيد الوزير على قضية الضمان الصحي. يمكن موضوع الضمان الصحي في بعض البلدان أكو حكومات تعتمد عليه لنجاحها أو حتى ترويج بالانتخابات إلها، كما يحدث بالولايات المتحدة الأمريكية. اهتمام من الحكومة والشعب بشكل كبير بالضمان الصحي، يمكن يشمل الضمان حاليا كتجربة 300 ألف مواطن. شو وقت راح ينطلق ويتم تفعيله وتطبيقه، وشو وقت ممكن أن يتوسع؟ أي إصلاح وتطوير بهذا الحجم لنظام يشمل الجميع، جميع المواطنين، إذا تطلع جنابك على قانون الضمان الصحي سترى أنه خلال التطبيق المرحلي يشمل كل العراقيين وحتى غير العراقيين الذين يفيدون للعراق، سياح أو عمال أو غيرهم. أيضا يجب أن أو مثلا طلاب دراسات يجب أن يكونوا مشمولين بالتغطية بالضمان الصحي. في نفس الوقت أي نظام من هذا النوع لا يمكن تطبيقه جملة واحدة على 40 أكثر من 40 مليون مواطن، وتعرف جنابك عقود من العمل بنظام واحد. لسنا في مورد انتقاده، فيه مشاكل عميقة، فتطوير أي نظام من هذا النوع وبهذا الحجم يحتاج إلى مرحلية، وهذا اللي أعلن السيد الوزير في المؤتمر الصحفي يوم 2/1 مطلع هذا العام، أن تطبيق هذا القانون سيكون بشكل مرحلي. إحنا المرحلة الأولى هو 300 ألف وتجريبي، طبعا راح تكون بعض الثغرات ربما، بعض المشاكل، بعض الإيجابيات والسلبيات تعالج ضمن المرونة المتاحة، وبالتدريج خلال سنة أو سنتين أو 3 سنوات حسب المستجدات نبدأ بالتوسع بتطبيقه من العاصمة بغداد وفئات من الموظفين من وزارات ومؤسسات حكومية معينة، وبالتدريج إن شاء الله المدروس نتوسع حتى نصل إلى تغطية جميع العراقيين وغير يعني أي إنسان، أي شخص داخل العراق سيكون حتما ويجب أن يكون مشمولا بتغطية الضمان الصحي. سيد قاسم، كما ذكر دكتور سيف يعني اهتمام الحكومة كأولوية بالقطاع الصحي، أولى زيارات رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة، وشاهدنا كذلك جولاته وزيارته إلى مستشفى الكاظمية التي أسفرت فيما بعد عن تأهيل هذا المشفى بصورة ممتازة. وهذه المعالجات الحكومية، هذه الأولوية، تمثل التزام حقيقي يمكن بمعالجة هذا القطاع الذي يلامس احتياجات المواطن الأساسية. التقييم جيد حاليا لأداء الحكومة ووزارة الصحة بهذا الجانب، أم هو بحاجة إلى اهتمام أكثر، وهل هناك معطيات لتحسين هذا الواقع؟ نعم، أعتقد أنه وزارة الصحة يعني معنية كغيرها من الوزارات العراقية بتقديم ما هو أفضل، ومحاولة تقديم كل ما تملك للمواطن العراقي الذي الكل يعلم أنه قد تعرض إلى حيف كبير. اليوم وزارة الصحة تتحرك حقيقة حركات واضحة ومنهاجها الصحي بتقديم الخدمة للمواطن يعني بالمسير الصحيح. أنا برأيي القاصر أعتقد أنه يجب أن يكون هنالك تأسيس لمشروع إصلاحي في هذه الوزارة المفصلية والمهمة في حال الشعب العراقي باعتبار أنه يتلامس حياة المواطن. لذلك نقول المعيار الحقيقي للنجاح ليس أنه بناء مستشفى أو طلاء أو بمادة الصبغ أو عمل ترميم لصالات وإن كان هذا مطلوب، لكن عملية رسم مسارات سياسية صحية حقيقية بداخل أروقة وزارة الصحة، حتى لما يأتي الوزير اللاحق بعد الوزير الحالي في الدورات الحكومية القادمة يجد هنالك مسير واضح ومسير صحيح باتجاه التكامل. لذلك على وزارة الصحة أن تلي هذا الموضوع يعني اهتمام كبير، باعتبار أنه يجب أن يكون هنالك بعض المستشارين الصحيين في هذه في رسم السياسات الصحية الصحيحة في الواقع الخدمي المقدم للمواطن خلال هذه الوزارة، وإلا موضوع الدواء وغيره هذه ضرورة قصوى حقيقة. يعني هناك أدوية تباع بأسعار كبيرة جدا في السوق المحلية، لكن وزارة الصحة تعطيها للمواطن بطريقة مدعومة وحتى يعني بأجور رمزية جدا تصلها 500 دينار مقابل يعني أسعار باهرة جدا في السوق المحلية، لكن هذا لا يحفي الوزارة من رسم سياسات صحية حقيقية ممكن تكون أساس
لخطوات قادمة لمن يتبوأ مفصل وزارة الصحة حتى نقول أنه هنالك تكامل في المجال الصحي، وإلا حقيقة أنه نذهب إلى موضوعة أنه طيب. ترميم المستشفيات أو إعادة بنائها مرة أخرى وإن كان ضرورة كما قلنا، لكنه هذه لن تصل إلى ذائقة المواطن الذي يحاول الوصول إلى الكمال. طيب. دكتور سيف، يمكن سيد قاسم ذكرنا بموضوع مهم هو الأدوية والصناعات الدوائية. وزارة الصحة أعلنت إكمال مشروع توطين الصناعات الدوائية بالعراق وتقديم تسهيلات للمصانع الوطنية، وكذلك قضية الاستيراد وحتى التعاقد ومنح الإجازات وافتتاح مصانع جديدة. هذا التوجه، هذا المشروع، مشروع توطين الصناعات الدوائية، ممكن يحل أزمة الأدوية بالعراق، وده نشوف هناك مشكلة بأسعارها ومدى توفرها بالسوق. شكرا جزيلا، هذا المحور أساسي ومهم، ومرة أخرى هو من ضمن أولويات سيد رئيس مجلس الوزراء، أولويات البرنامج الحكومي، وأيضا مشروع أطلقه سيد الوزير وأعلن منجزاته قبل مدة قريبة بمؤتمر صحفي، ومستمرين اليوم أيضا أعلن المنجز التراكمي حوالي 133 مليار دينار عراقي منذ بدأ تولي الحكومة الحالية لحد الآن، وطبعا هناك عشرات التعاقدات الجديدة. وذكرت جنابك نقطة مهمة، هو تطوير نفس هذه الصناعة، أولا الفقرات التي تنتج، زيادة نوعيتها، تحسينها، وأيضا استحداث فقرات جديدة. الآن أحد المصانع فقط ينتج حوالي 7 فقرات علاجية للحالات السرطانية، وهي علاجات معقدة لكن نمتلك القدرة على تصنيعها. طبعا ما نريد ندخل بالتفاصيل موضوع الصناعة المحلية، أولا اللي يوفر لك المنتج أرخص أسرع، يعني أنت سلسلة التوريد والاستيراد والجمارك والنقل البحري وغيرها من التفاصيل وما قد يتخللها من مخاطر ووقت مهم، هذا كله راح تختصره إذا كان المعمل مثلا داخل بغداد أو أبعد نقطة في العراق في دهوكا وفي البصرة، هو ضمن ممكن يعني بنص نهار توصل البضاعة وتوصل الأدوية، توصل المستلزمات الطبية لأي مستشفى أو أي منفذ للاحتياج. أيضا تشغيل يد العاملة المحلية العراقية، موضوع العملة الأجنبية، يعني أنت بدل ما تشتري بالعملة الصعبة، وتعرف تعقيدات هذا الموضوع والتقلبات، أنت تشتري بعملة عملة بلادك، هذا دعم للاقتصاد الوطني. وطبعا هو جزء مهم، وهذا نعتقد هو النقطة الأساسية، هو جزء من مفهوم الأمن بالمعنى العام والأمن الصحي. عندما تكون أي بلد بالعالم يعني يأمن غذاءه ودواءه، إذا كان هناك أي عارض إقليمي أو عالمي، أي شيء مثلا أثر على موضوع الاستيراد، أنت راح تكون مكتفي ذاتيا وتستطيع أن تجهز احتياجاتك من الأدوية والمستلزمات الطبية من مصانعك المحلية داخل البلاد. سيد قاسم، كذلك نعرج على موضوع اغتيال الطبيب في محافظة ديالى. سيد قاسم، إلى أي درجة ترى أن الكوادر الصحية والطبية في العراق هي بحاجة إلى حماية، ومسؤولية من؟ الصحة، القوات الأمنية، أم من؟ نعتقد يا سيدي الكريم أنه المسؤولية تحملها جميع الأطراف. طبعا بمناسبة إثارة هذا الموضوع، يعني عملية اغتيال الطبيب كانت يعني بعيدة عن الأسباب السياسية أو الطائفية أو حتى العرقية، مهما يعني كانت الأسباب، بغض النظر عن الأسباب، لكن الطبيب ونحن في العراق في البلاد بحاجة ماسة إلى خدمة هذا الشخص الذي يندر وجوده في العراق حاليا أمام هذه المخاطر والهجرة الطبية إلى خارج البلاد، مو بحاجة إلى تأمين حماية أكثر من باقي المواطنين؟ نعم، يعني أعتقد أنه يعني مسؤولية جميع وزارة الداخلية ووزارة الصحة وكل الوزارات التي ترتبط بالأمن بطريقة أخرى، يجب يعني حماية هذه الكفاءات والكوادر. يعني يوم لدينا يعني كما يقال في الشارع العراقي نقص حاد في التخصصات المهمة والكبيرة، يعني أغلب المواطنين عندما تعرض إلى أزمة صحية كبيرة فوق الكبرى يحاول الذهاب إلى خارج العراق مدعي أنه عدم وجود تخصصات، لكنه أنا أعتقد أنه التخصصات موجودة وأنا مطلع على هالحيث، هي حقيقة على مستوى شخصي. يعني لدينا مستشفى ابن البيطار حقيقة صرح علمي وطبي كبير جدا يشار له بلبنان، وفيه حقيقة تخصصات كبيرة جدا. لذلك أعتقد أنه حماية هذه الكوادر الطبية والمحافظة عليها من الهجرة كما تفضلتم، هذه مسؤولية تقع على عاتق وزارة الصحة ووزارة الداخلية وكل الوزارات المرتبطة بمسألة الأمن للمواطن العراقي. حقيقة مؤسف جدا أن نسمع أنه هناك استهداف
بهذه الكوادر الإنسانية أولا طبعا قبل أن تكون يعني أي شيء آخر، هي كوادر تقدم خدمات المواطن العراقي، وأيضا هذه الكوادر قدمت الخدمات المواطن العراقي في ظروف كانت حقيقة يعني صعبة جدا للغاية، وفي فيها استثناءات كبيرة كما مر على موضوع كورونا وتداعياته الخطيرة التي يعني بينت على الشارع العراقي. لذلك نقول أنه الأمن مسؤولية الجميع، وعلى كل فئات الشعب العراقي أن تعرف مسألة أنه هذا الطبيب أو هذا المواطن أول هو قبل أن يكون طبيبا هو جاء أصلا لخدمة المجتمع، فعلى المجتمع تقع أيضا المسؤولية بالتعامل مع هذا الكادر الطبي، وعلى وزارة الصحة أن تضع الضوابط التي من ممكن أن تحمي هذا الطبيب من أي أيد أثيمة. سؤال أخير لكم دكتور، أود أن تحدثنا عن زيارتكم اليوم إلى محافظة ديالى ما بعد المؤتمر الصحفي للسيد الوزير ومتابعة حادث اغتيال الطبيب وحر التعازي لذويه وللكوادر الطبية. حدثنا عن الاهتمام يعني من حتى من قبل رئيس مجلس الوزراء والاتصال الذي جرى مع السيد الوزير وذوي الشهيد الطبيب. أذكرك أنه المؤتمر الصحفي أول محور لكلام السيد الوزير كان عن هذه الحادثة. وأكد اهتمام متابعة السيد رئيس مجلس الوزراء طبعا، وبعد المؤتمر الصحفي توجه السيد الوزير على رأس وفد رفيع المستوى ضم السيد مستشار دولة رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصحية وأيضا وكيل وزارة الداخلية ونقيب الأطباء العام وعدد من المسؤولين في الوزارة، وطبعا كان في استقبالنا هناك في ديالى السيد محافظ ديالى المحترم ومدير عام دارة الصحة وعدد من القيادات الأمنية والشخصيات والأطباء والموظفين. و أول محطة كانت زيارة منزل الفقيد، قدم السيد الوزير التعازي وأيضا الوفد المرافق له، واتصل السيد رئيس مجلس الوزراء. وقبل أن ندخل برنامج الفيديو تم نشره، وطبعا واسى ذوي الفقيد وتبنى السيد رئيس مجلس الوزراء شخصيا متابعة الموضوع لحين إلقاء القبض على الجنات ومحاسبتهم وفق القانون. طبعا أكد السيد الوزير أن مسؤوليته هو حماية جميع المنتسبين سواء كانوا أطباء ممرضين أو ملاكات إدارية، كلهم هو ضمن أو تحت خيمة وزارة الصحة، وكانت هناك متابعة وحاليا متابعة حثيثة الموضوع. طبعا القيادات الأمنية تفاصيل التحقيق يعني ما نعرف تفاصيلها، حاليا متابع الموضوع شخصيا من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء، ونتوقع إن شاء الله قريبا سيكون هناك تقدم في هذا الموضوع وإلقاء القبض على الجنات. الشكر جزيل لكم المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة دكتور سيف البدر، شكرا لانضمامك لنا بالحصاد، وشكر جزيل لعضو الهيئة العامة القيادية للمجلس الأعلى للإسلام العراقي السيد قاسم العبودي، شكرا لكم سيد قاسم. وكذلك ننتقل إلى ملفنا الآخر مشاهدينا وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد رئيس مركز العراق للشؤون الاستراتيجية الدكتور صالح بوشي، أهلا بكم دكتور ضيفا كريما. وكذلك الترحيب بالخبير المائي السيد جمعة الدراجي انضمنا مباشرة عبر سكايب من ميسان، أهلا بكم سيد جمعة. وأود أن أبدأ معك سيد جمعة باعتبارك خبير مائي، أود أن أسألك إلى أي درجة الأمن المائي العراقي في خطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وتحية إلى مشاهدينا. حقيقة ما ترشح أن الوضع المائي في العراق في الخطر، وذلك نتيجة لإثار المناخ أولا وقلة الأمطار وقلة الإطلاقات المائية، وهناك مشاكل في الإدارة
محلية للموارد المائية بالعراق. طيب طيب سيد جمعة، هناك مشاهد صورت ونشرت من قبل أبناء محافظة ميسان عن جفاف النهر أثناء مروره بالمدن والقرى، هذا يعني بعث في نفوس الشعب العراقي القلق الكبير، عاد مرة أخرى هاجس الجفاف، لكن ما مدى حقيقة هذه المشاهد التي شاهدناها بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؟ هل فعلا الجفاف إلى هذه الدرجة في ميسان؟ نعم حقيقة، يعني الحقيقة وزارة الموارد المائية واجهت طاقات جديدة بنشر الصورة أن المواطن العراقي صار صحفي ميداني ينقل الأحداث لحظة بلحظة، وهو مدجج بأحدث الآلات الرقمية والإرسال، وهذا يعني سبب وضع وتحر يعني حراك واسع للرأي العام المحلي، وصارت المخاوف كبيرة، لا سيما وأن المياه ترتبط ارتباط وثيق بمعيشة الناس، وخاصة نحن في الجنوب يعني حاجتنا الأول والأخير وديمومة الحياة الاستمرارية المعيشة هو الماء، لأنه الزراعة والصيد والسكن وكل المستلزمات الحياتية للحياة اليومية هي المياه، ولا زالت الحكومة العراقية لم تحط التضمينات التي تحقق أو تحقق الوضع خاصة في الجنوب، وكل ما يترشح من الإعلام أن وزارة الموارد المائية يعني صرحت ببيان رسمي لها تقول نحن ننتظر الثلوج، وهذه يعني أصبحت مثل مسحة لدى الأوساط الشعبية والفلاحين والناس الذين لديهم ممتلكات زراعية وهم ينظرون إليها وهي تهتك بين أيديهم، والمواطن الميساني أو المواطن الجنوبي يحتاج تطمينات أكثر، يحتاج إجراءات حقيقية واضحة، يعني لحد الآن لا يشاهد مثلا أو لا يعرف بأن هناك وفود عراقية غادرت العراق وذهبت إلى دول المنبع، العراق ما زال يمارس أو يبحث مع دول الجوار بيمارس سياسة التكيف، وسياسة التكيف هي دبلوماسية هادئة يبحث عن حصة بالمياه من خلال المفاوضات، ولحد الآن لم نصل إلى درجة المفاوضات مع دول المنبع بقدر ما أن هناك محادثات، وحتى المحادثات لم تجد مواعيد حقيقية. قبل أسبوع كان هناك وفد من وزارة الموارد المائية حضر مؤتمر عالمي، لكن لم يكن هناك، لم يترشح من هذا المؤتمر مبادرة حقيقية من قبل الحكومة العراقية أو من قبل الوفد الوزاري المختص بالمياه بأنه جاء لنا شيء، بقدر ما قال أن هناك اتفقنا على أن هناك حجام فنية تقلب على مصادر المياه الحدودية، وهذا لم يكن مقنع للمواطن العراقي. المواطن العراقي الآن متتبع لحظة بلحظة، واقف على الشواطئ، واقف على حافات الأنهار، واقف على حافات الأهوار ينتظر إطلاقات الماء، هذا يقول اليوم والله زادت المية قليل، أو ذاك يقول لا وإنما جفت، لكن الصورة اليوم الصورة لعبت دور مهم بالشارع العراقي وحققت رسالة إعلامية مهمة تطالب الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير المياه. نعم أرحب بك مرة أخرى دكتور صلاح، برأيك ليش ما نجحت الدبلوماسية العراقية حتى الآن بتحقيق أي تقدم أو نجاح بملف المياه؟ مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم وجمهور القناة الكريم، بالتأكيد اليوم هنالك إخفاقات كبيرة وكثيرة في هذا الملف، أولها هو عدم تمكن إدارة المياه بالمستوى السيادي على إدارة ذلك الملف، وما وصلنا إليه من النقص الحاد في المياه وخصوصا في أراضي جنوب البلاد، وبالتالي هذا يحتسب على إدارات الدولة المتعاقبة من الناحية السياسية ومن الناحية التنفيذية وأيضا من الناحية التشريعية. اليوم أعتقد صورة الضعف
للدولة العراقية، ليس فقط في العراق، العراق وسوريا ضعيف في الأداء أمام تركيا، وبالتالي تركيا بدأت تتصرف بحسب الخطط الاستراتيجية التي تحقق منها مصلحة لتركيا على حساب سوريا والعراق. اليوم نتحدث عن نقص حاد كبير، وربما قد يكون هذا يؤثر نوعا ما على الاقتصاد مستقبلا، وعلى القطاع الزراعي، وأيضا على القطاع المجتمعي. وبالتالي هذا الضعف هو واضح ولا يزال واضح جدا في أداء السلطة التنفيذية والعمل المؤسساتي. طيب، مشاكل المياه يبدو أنها ليست فقط في العراق، يعني العراق وتركيا وسوريا وكذلك مصر وأثيوبيا، هنا تبدو المشكلة مشكلة المياه عالمية ليست فقط أقليمية. يمكن دكتور صلاح، ألا يتطلب بالمقابل حلول عالمية أيضا ودولية؟ يعني هنالك اتفاقيات دولية، وخصوصا إذا أردنا أن نتحدث يجب أن يكون بيننا كدولة عراقية وتركيا اتفاقيات ذات البلدان الشاطئية. نحن نشترك في دجلة والفرات مع تركيا ومع سوريا، لم تكن لدينا أي اتفاقيات تلزم الأطراف في عملية حماية السعة المائية التي تحتاجها الأراضي العراقية. وبالتالي اليوم قد ربما يحدث تغيرات في المناخ بصورة رئيسية، ليس فقط في العراق وليس في سوريا وليس في تركيا، يجب أن يكون فيه احتسابات للدول على اعتبار أن هذه الظروف المتوقع أن تحصل في الأجواء وتؤثر على كمية المياه. لكن اليوم الدولة العراقية لم تحتسب لهذا الموضوع، لم يكن لديها تقدير موقف، وبالتالي تركت تركيا تتجاوز على كميات المياه المفروض التي تكون هي من حصة نهر دجلة والفرات. اليوم تركيا يمر بها دجلة على سبيل المثال 400 كيلومتر داخل الأراضي التركية، وهذه المساحة التي داخل الأراضي التركية أنشأت أكثر من 40 مشروع للسدود ونواظم دون موافقة العراق، وبالتالي العراق كان غاض النظر على هذه التصرفات والتحركات من تركيا مما أدى إلى هذا الظرف. طيب، بعود لك سيد جمعة، يعني قضية قطع المياه من قبل تركيا عن العراق هي سياسة مقصودة لو هناك مشاريع فعلية لتركيا باعتبارها من الجانب العلمي والإروائي والزراعة هي بحاجة إلى هذه السدود وإلى تقليل الإطلاقات المائية؟ منذ عام 1990 باشرت الحكومة التركية بإنشاء عدد من المشاريع والسدود عالية الخزن، وكان الجدوى الاقتصادية منها حسب ما معلن هو للزراعة ولتوليد الطاقة الكهربائية ولأغراض استدامة الاقتصاد التركي. لكن هو في الحقيقة أن دولة التشارك المائي التركية كانت حسب ما أشر بعض الخبراء هو للاقتدار السياسي، وجعل المياه ورقة سياسية ضاغطة على جيرانها، لا سيما وأن تركيا لديها مشاكل كثيرة في الحدود مع العراق ومع سوريا، ولديها مشاكل داخلية وهبوط في أسعارها. ولكن العراق لن يستغل هذه المواقف. هناك مواقف سياسية يجب على العراق أن يتخذها. مثلا تركيا تحاول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لابد أن للعراق أن يفاتح هذه الجهة. هناك تبادل تجاري واقتصادي كبير مع تركيا، والسوق العراقي سوق رائج وكبير للبضائع التركية. وإن كان هذا المورد الاقتصادي بالنسبة لتركيا لا يعادل حاجة العراق للمياه بقدر ما حاجتها إلى توريد بضائعها، وممكن أن تجد أسواق أخرى. لكن طيب، على العراق أن يبادر إلى استدعاء أو شركات أو فريق خبراء أجانب، على غرار مثلا المنتخب العراقي استطاعوا أن يستفيدون من شركات عالمية ومدربين عالميين. نعم، وزارة الموارد المائية لم تصل إلى مستوى الحدث، لم تواكب الحدث الذي يعيش العراق. الآن العراق في تحريش تام، يعني ما بالك على الصيف القادم، ما بالك على الشتاء القادم لو كان جافا كالمواسم الثلاثة الماضية. يعني يجب هناك خطوات متسارعة، يجب أن نكون بمستوى الحدث، يجب أن نكون بمستوى التعطيش. هناك تعطيش عمدي وهناك تعطيش
من العراق، وهناك تحقيق اساسا حتى الاداره الداخليه للعراق مثلا لم يكن هناك توافقا سياسيا بين حكومه الاقليم وحكومه المركز، وهناك سدود صغيره وكبيره في داخل الاقليم معطله. يجب على العراق التحرك والتوافق السياسي والتوافق السياسي. مثلا على ذلك سلمخمة واحد من السدود المهمه اللي لو انشئ يعتبر واحد من السدود الكبيره بالعراق، اول سد بالعراق لو كان على تخطيط السابق المعد له منذ الخمسينات. لو انجز هذا السد يكون اول سد بالعراق ورابع سد او خامس سد على مستوى العالم، ويحفظ مياه او يخزن اكثر من 14 مليار متر مكعب، وكان هناك يعني موجود بانجاز اكثر من 30%، لكن هذا عطلت حكومه الاقليم باعتباره ايضا ورقه سياسيه، ونحن في الجنوب ما زلنا ضحيه هذه عدم التوافقات السياسيه سواء على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الدولي، وما زلنا في تعطيش. الان يجب على الحكومه ان تتحرك في هذا المجال، وانما والا سيكون هناك الاوضاع متفاقمه جدا، هناك بيئات كبيره في حال الى الدمار، مثال بيئه الاهوار وهو عالم احيائي كبير. اذا جت هذا الفرق معناها هناك منطقه احيائيه كبيره، عالم سحري كبير، عالم الجمال، عالم الاهوار، عالم المعيشه، عالم التراث، عالم الاساطير، كل هذا يذهب هباء ان لم يكن هناك المياه. نعم. طيب دكتور صلاح، عدا المخاطر الزراعية والبيئية اللي ذكرها سيد جمعة، أود أن تحدثنا هل كان هناك مؤشرات على وجود خطورة تغييرات قد تحصل اجتماعية، تغييرات ديموغرافية في محافظات جنوب العراق التي تعاني بشكل كبير عن باقي مناطق العراق من أزمة الجفاف والتصحر؟ طبعا هذا متوقع عندما يكون هنالك عدم وجود وفرة من المياه، وبالتالي المناطق الزراعية إن صح التعبير والمحافظات في جنوب العراق تعتمد على نهري دجلة والفرات الاعتماد الكلي إن صح التعبير، وبالتالي قد يكون لدينا هجرة من هذه المناطق. واليوم الدولة العراقية والدولة المؤسساتية ليس بحاجة إلى هذا الظرف، حتى لا يكون هنالك عبء أولا على الدولة كمؤسسات وعلى المواطن، وبالتالي الظروف ليس بصالح هذا الأمر أن نصل إلى هذه المرحلة. يجب أن يكون هنالك إدراك للموقف من السلطة التنفيذية تحديدا، وبدعم ومساندة القوة السياسية، ونحاول أن نترك كثير من المواضيع والذهاب إلى خطورة النقص الحاد في المياه داخل الأراضي العراقية، حتى لا تكون لدينا أزمة، وربما هذه الأزمة تكون أزمة إنسانية أو كارثة إنسانية. ليس لنا بحاجة لهذا الموضوع، يجب الذهاب إلى كيفية إدراك الأمر مع الجارة تركيا، والعمل دبلوماسيا وسياسيا، والضغط حتى بالمنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر، حتى يكون وسيلة ضغط على تركيا، وبالتالي كميات كبيرة مخزونة في سدود تركيا يجب أن تنطلق هذه الإطلاقات المائية. طيب دكتور، يعني قبل فترة وزارة الموارد المائية قالت أنه أكو أمطار كانت غزيرة بالفترة الماضية بالشتاء وتم تخزينها، هذا التخزين هذه الأمطار ستحد من أزمة الجفاف وانخفاض مستويات المياه، وكذلك يعني في هذه الفترة من السنة يكون هناك حالة ذوبان للثلوج، أين هي حاليا؟ والصيف قادم، حاليا أكو جفاف بالأنهر والناس لا تعبر النهر مشي، ماذا عن أشهر الصيف اللاهبة؟ يعني هو النقص في المياه ليس فقط في هذه المرحلة وفي هذه الأيام، كانت النقص منذ سنوات طويلة، وقد نادينا كثيرا والمواطن العراقي نادى كثيرا أن خطورة المستقبل، ووصلنا إلى مستقبل نقص مياه حادة في الأنهر، وبالتالي ما مخزون من سقوط الأمطار لا يكفي شيء أو لا يسد العجز من مسألة مستوى المياه، وبالتالي على وزارة الموارد المائية هو الإسراع في عملية الاتفاقات والتفاهمات التركية، لأن اليوم وجود 27 مليار متر مكعب في مخزون في تركيا، هذا هو فيه حصة للدولة العراقية وأيضا فيه حصة لسوريا، وبالتالي اليوم تركيا تسعى إلى مخططات استراتيجية، يجب أن نفسر ذلك الأمر.
الشكر الجزيل لكم رئيس مركز العراق للشؤون الاستراتيجية الدكتور صلاح بوشي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر الجزيل لكم الخبير المائي سيد جمعة الدراجي، كان معنا مباشرة عبر سكايب من ميسان، شكرا لكم سيد جمعة. والشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.